خلصنا الجرام نيجاتيف بكتيريا، أخذنا جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف، وراح نكمل بالجرام نيجاتيف. كنا نحكي عن كوكساي بعدين باسيلاي. بالنسبة لسه رح ناخد السبايروكيتس. السبايروكيتس رح ناخد التربونيما، البوريليا، الليبتوسبيرا. اليوم بنغطي التربونيما مع البوريليا. لما بنيجي بنحكي إجمالا عن التربونيما، أول ما بيخطر عبالنا اللي هو السيفلس، اللي هي تربونيما باليدم، بس رح نيجي نحكي على اليوز والبنتا ويعني أمراض تانية أورال انفكشن في التربونيما اللي هي نان فينيريوم اللي هي مش سيكشوال. وبعدين نحكي عن البوريليا. البوريليا عندنا مجموعة، إجمالا رح نحكي على لايم ديزيز، ورح نحكي على الريلابسينج فيفر اللي هي انديميك وإبيديميك ريلابسينج فيفر. فاليوم بنغطي إجمالا البوريليا وبنغطي التربونيما. إجمالا التربونيما بتشمل السيفلس، تربونيما باليدم، تشمل دينتيكولا اللي بتعمل عنا البارودينايتس، وعنا اليوز اللي بتعملها البرتينو، وعنا كمان البيجل بيعملها انديميكم، تربونيما انديميكم، والبنتا اللي هي الكراتوم. رح ناخذهم كلياتهم هذول اجمالا نون فيرينيوم اللي هي بس الاخطر واحد هي بنحكي عليها التربونيما باليدم. الثانيات بيعملوا عندي مشاكل كثيره بس احنا بنشوفهاش في المناطق اللي احنا طبعا اجمالا كلهن اي سبايروكيتس، والسبايروكيتس اللي هن اجمالا كيرل اللولبيات يعني طبعا. والعيله كلياتها ما بتنزرع، يعني هذول من البكتيريات اللي ما بنقدر نزرعهم بالكلتشر لأنه إجمالاً دورة الحياة عندهم كتير طويلة، وبعدين هدول إجباريات في يعيشوا داخل الإنسان، يعني ما بنزرعوا على ميديا عادية. وكمان تقريباً حوالي 72 ساعة دورة الحياة لها. طبعاً إذا ما تعالجناش بالبدايات، طبعاً جهاز المناعة عندنا ما فيه يتخلص منها، في عدم العلاج اجمالا بنروح للكرونيك ديزيز. طبعا بمرق من ايرلي ليت ستيج، والباثولوجي اجمالا بيختلف من الايرلي مع الليتنت بيريود. وعشان الليتنسي تصل للستيج الثانيه بارز، يعني ممكن تكون سنه سنتين، ممكن توصل ل 10 و15 سنه. الدياجنوسيس اجمالا كلينيكالي، وطبعا بنعمل انكونفيرميشن سيرولوجي لانه له ابييرنس معين للديزيز للسيفلس. طبعا هو اجمالا سيكشوال ترانسميتد ديزيز، يعني ما في نقاش في الموضوع. طبعا اجمالا البنزل بنسلين بيمشي الحال معها، سنسيتيف كلياتهم هذول اجمالا اذا عالجناهم في الايرلي ستيج ما عندناش مشكله، في الليت ستيج شوي صغيره مشكله. بالنسبة للبوريليا نحكي على لايم ديزيز اللي هي بوريليا بوردر فيرس سنسولاتو، لما نقول سنسولاتو اللي هي العيلة الكبيرة. في عنا ريلابسينج فيفر اللي هي بتيجي عندي البوريليا ريكرينتس، وفي كمان عندي مجموعة كبيرة من البوريليوسز اللي البوريليا الفاميلي اللي ممكن تشوفوها بأسمائها المختلفة. إجمالا البوريليا بتنتقل عن طريق التكس أو اللايس، ما يعني ما بتنتقل من إنسان لإنسان. في بعض الأبحاث اليوم بتقول ممكن تنتقل ولكن بشكل عام لا. اللايم ديزيز إجمالا إذا ما تعالجش ممكن يروح فيز 1 3، ممكن يكون عندي تروح للليتنسي، ممكن يعمل لي أرثرايتس ونيورولوجيكال دامج. حتى اليوم بيقولوا إنه كوريليتد مع المالت الليمفوما ككانسر. طبعا الريلابسينج فيفر اجمالا ريكيرنت بيريود اوف فيفر ريميشن اسوشييتد وذ انتيجينيك فاريشن البوريليا. طبعا ممكن يكون الانفكشن فيها فيتال. اجمالا اللايم ديزيز نفسه زي البوريليا كونفيرمد بالسيرولوجي ودياجنوسيس كلينيكالي دوكسيسايكلين ممكن يعالج الايرلي ستيجز، ولكن ليت ستيجز دير بالكم البوريليا انتراسيلولر فممكن صعب علاجها شوي. اوكي نيجي لل
على السبايروكيتس توتالي طبعا زي ما هي جرام نيجاتيف، بما اننا بنحكي على الجرام نيجاتيف بنحكي على لايبوبوليساكرايد. والسبايروكيت اجت من الكلمه اليونانيه اللي هي كويلد، الكويلد هير. طبعا هي كتير فيعة، عشان هيك التريبونيما باليدم كتير كتير ثان، حتى بالجرام ستين ما نقدرش نشوفها، عشان هيك بنشوفها بالدارك فيلد مايكروسكوبي. تايتلي كويلد، موتيليتي باي بيريبلازميك فلاجيل، بيريبلازميك فلاجيل، فبصير عندي الف اللف الحركي هاي. رح نحكي عن تريبونيما بوريليا ليبتوسبيرا. طبعا ليبتوسبيرا حكينا بنحكيها على الشابتر اللي بيلي. تريبونيما عندنا باليدوم، باليدوم اللي هي بتعمل سيفلس، عندي دينتيكولا بتعمل عندي البردونايتس، باليدوم عندي انديميكا بتعمل عندي بيجل، بيرتون بتعمل عندي اليوز، والكراتوم بتعمل عندي البنتا. بوردر البوريليا، بوريليا بوردرفوري اللي هي بتعمل عندي لايم ديزيز، بوريليوسز، ريكورنتس بتعمل عندي الابيديميك ريلابسينج فيفر، والاذرز بيعملوا عندي انديميك ريلابسينج فيفر. اذا عندي ابيديميك واندميك ريلابسينج فيفر، وراح نشوف كيف بنميز بينهن عن طريق الحشره اللي او المفصل اللي بين كلهن، لانه الابيديميك معناته بنتقل بين الناس، فهي اجمالا لايس القمل لانه بيعيش على الانسان. الانديميك بتيجي تنتقل عن طريق القراد، والقراد بيعيش في بيئه معينه، فاذا انت عشت على البيئه هاي بتنصاب، اذا ما عشتش بالبيئه بتنصابش. الليبتوسبيروسيس طبعا رح نحكي عن ويل ديزيز والليبتوسبيروسيس واللي هي ليبتوسبيرا انتروجنز، رح نحكي عليها كيف تنتقل لنا من الحيوانات او من كيف تنتقل من الماء. أول شيء بنحكي على تريبونيما باليدم، كلنا thin spirochetes إجمالا نقدرش نشوفها بالجرام ستين. طبعا عندي الاندوتوكسين لايك ليبيدز، فهي لايبوبوليساكرايد عندها اندوتوكسين لايك ليبيد. الاكسل فيلمنتس اندوفلاجيل عندها، بيريبلازميك فلاجيل، بيريبلازميك بيجي من أول لآخر وداخل فيها بالف. طبعا نقدرش نزرعها في المختبر ونعملها دياجنوسيس كنا كلينيكالي وسيرو دياجنوسيس، اوبليجيت باثوجين بس نوت اوبليجيت انتراسيلولار. شو يعني اوبليجيت باثوجين مش انتراسيلولار؟ اوبليجيت هوست، يعني هو مجبر يعيش داخل الانسان، يعني ما بتيجينيش من الانفايرمنت، فهي بتيجيني من الانسان، من انسان لانسان. فكنا هي سكشوال ترانسميتد ديزيز، بس هي مش انتراسيلولار، حجمها كثير كبير انه يكون انتراسيلولار. Human genital tract اللي هو الريزيرفا، فهي sexual transmitted disease، ممكن ينتقل عن طريق البلاسنتا من الأم للبيبي، خاصة لأن بتعمل عندي إجمالا بكتيريميا. الإجمالا كيف بتعمل عندي أو الباثوجينيسيتي تاعتها؟ طبعا هي بتعمل عندي tissue destruction، إجمالا تهرب يعني الجهاز المناعي بيضلهاش كاملا، ولكن ردة الفعل المناعية لا وجود البكتيريا بصير عندي دمج للتيشو، لأنه بصير عندي الإنزيمات يخرجوا من الجهاز المناعي للتيشو. إجمالا السيفلس هو عبارة disease of blood vessels and prevascular area، فهو عشان هيك بتعمل عندي انتشار disseminating في الجسم. بالبدايات بتكون في منطقة معينة وبعدين بتنتشر في الجسم كله. طبعا حتى مع وجود الجهاز المناعي وقوة الجهاز المناعي وردة الفعل المناعية اللي عملت لي destruction، ولكن هذا الأورجانيزم بيقدر يضله في الجسم لفترات طويلة، عشان بندخل بالبرايمري سكندري وتيرشري فيها. ورغم أنه الجهاز المناعي بيحاول يتحكم في الموضوع، ولكن هي بتقدر عندها القدرة الكبيرة انه تهرب من جهاز مناعي، اما انها بتغير شكلها الخارجي او انها طبعا بتكون بعمليه تثبيط للجهاز المناعي. طبعا الانفكشن نايذر فولي كنترول نور ايراديكيتد، يعني ما بنقدر لا نعمل له كنترول الا طبعا بالانتي بايوتيك. الايرلي ستيج طبعا في عندي بيعمل انهيبيشن للسيل ميديتد اميونيتي، طبعا هذا التثبيط السيل ميديتد اميونيتي اجمالا في البدايات، وبضل الليجن بضل عندي في منطقه واحده بالاول،
بعدين في السكندري ستيج بيفلت وبروح سيستميك بنتشر في كل الجسم. نيجي طبعا على الفيرولنس فاكتور، عندها الاوتر ممبرين بروتين للادهيرنس، الهايرودينيز طبعا فاسيليتيت بيريفاسكولار انفلتريشن، عندي انتي فاجوسيتيك كوتينج الفايبرونكتين انتيفاجوسايتوسز عندها طبعا تيشو ديستراكشن في طبعا هذا اجمالا هو اميونوباثولوجي، يعني مش منها يعني مش هي اللي بتعمل عندي الديستراكشن، الديستراكشن اللي بتم عندي نتيجه جهاز المناعه. صرنا نقسم الديزيز لبرايمري سكندري والليتنسي مع التيرشري. طبعا هون بنركز على بعض النقاط في كل ستيج لانه بهم جدا في الدياجنوستس. برايمري اجمالا بتعمل انفيجن للميوكس ممبرين، بتكاثر بكميه كبيره، بتعمل ديسيمينيشن للبريفاسكولار ليمفاتيك سيستميك سيركوليشن. طبعا اجمالا هذه بتعمل عندي البرايمري ليجن، هاي تيجي طبعا الديسيمينيشن، بعدين بتعمل عندي بدايه البرايمري ليجن اللي بنشوف راح نشوفها اجمالا كلينيكال. لما تشوف البرايمري ليجن هذه احنا اجمالا بيكون من 10 ل 90 يوم اجمالا من الكونتاكت يعني سيكشوالي. هون انت بصفي عندك سؤالك للمريض اخر انتركورس سيكشوال انتركورس وانت كان وانت كان. طبعا اجمالا اللي بصير عندنا راح نشوف تشانكر وهذا اجمالا بينليس، وتذكروا تشانكر هنا بينليس في دوكري كانت كراي دو كراي مؤلم جدا، فالهون التشانكر مش مؤلمه عشان هيك كان يوز سكس ايزلي، وهي التشانكر بتكون عندي ملانه في البكتيريا فممكن تنقل اياها. طبعا التشانكر بتتغير من الهارد للالسراتيف ريفيوز شيدنج اوف سبايروكيتس، طبعا بتصير عندي انتشار كميه كبيره. طبعا بصير عندنا سويلينج اوف كابيلاري وول، طبعا ريجنال ليمف نود مع درينج. الهاي اجمالا يعني هيلينج بصير عندي سبونتينيوس، وبفكر الشخص انه هو عباره عن شفي، ولكن هو بالحالي هو شفاء كاذب، هو ببين انه راح السيمتومز اللي عنده بس هذا الحكي مش مزبوط، لانه بعد اسبوعين لعشر اسابيع بيظهر عندي اللي هو السكندري سيفلس اللي هو طلع من هون، طلع الاسم باللغه العربيه اللي هو زهري بزهر يعني بورد. طبعا بصير عندي ديسمينيتد للميوكوكوتيني وسراش اللي انتم شايفينها، هذه اجمالا ديروا بالكم هاي هايلي كونتيجوس يعني الحبيبات هاي بتكون عندي كميات كبيره من البكتيريا داخلها فهو كونتيجوس عالي جدا. طبعا واجمالا هي بتكون عندي جنرالايز اميونولوجيكال ريسبونس للبكتيريا. طبعا بعد السكندري طبعا بروح عندي للليتنت بيريد، ممكن اربع سنوات بنسميه ايرلي ليتنت، وممكن تكمل ليت ليتنت لفتره طويله. تقريبا 40% من الليت ليتنت بيشنت بروجريس تو ليت تيرشري سيفليس، مش كلهم بروحوا للتيرشري سيفليس. لما بروح للتيرشري سيفليس طبعا بصير عندي لوكالايزد جرانيولوماتوس تيرمينال ليجن، وهنا بصير عندي بترجع عندي السيل ميدييتد اميونيتي عشان هيك بصير عندي جرانيولوما الجوماز، بصير عندي زي مش الجرانيولوما زي ما انتم فاكرينها لانه هي مش انتراسيلولر. بس طبعا كونتامينيتد للاميونولوجيكال رياكشن الكرونيك انفكشن، ممكن يروح عندي ليت نيوروسيفلس طبعا تقريبا حوالي السدس الاشخاص اللي بتعالجوش، ممكن طبعا مور ذان 5 ييرز افتر انيشال انفكشن بروح للنيورولوجيكال وبصير عنده اجمالا مشاكل مع السنترال نيرفس سيستم سباينال كورد انفولفمنت، بصير عنده ديمنشيا سيزر ويستنج ومشاكل كثيره في المشكله. 10 ل 40 سنه من بدايه الاصابه طبعا ممكن نروح للكارديوفاسكولار انفولفمنت، وهذا طبعا بصير عندي مايوكارديال انسفيشنسي حتى انه متأدي للوفاه. هذه مش كل عند الناس فممكن بعض الناس منهم اللي يروحوا. هاي التشارت حاولت كثير اني الخص لكم الستيجز. لاحظوا هاي عندي اجمالا سيكشوال فيرتيكال بارتنرز، بعدين انفكشن فيا فيرتيكال بارتنر، هنا نون انفكشوس، هنا في الاخر التيرشري.
اوكي هذا الترانسميشن، هذا اجمالا هون صار عندي تيرشري، صار عنده هو مش سيكشوال اورجانز، يعني فيش عندي بكتيريا خارجيه انها تعمل انفكشن. هاي الاكسبوجر، بعدين برايمري سكندري. لاحظوا انه السكندري بضلوا انا عندي، ممكن انا من الليتنسي اريد ارجع سكندري، بس انا ممكن اروح لمين؟ للتيرشري. هاي الراشز اللي حكينا عنها، هاي التشانكر. تلاحظوا التشانكر ممكن تكون مش بس في الاعضاء التناسليه، ممكن تكون تشانكر في مناطق ثانيه في الجسم. congenital syphilis طبعا حكينا transplacental infection، طبعا بتعمل عندي، بما انه بتعمل عندي dissemination بتعمل عندي septicemia، طبعا ممكن تروح على البيبي، طبعا ممكن تعمل عندي abortion او mortality rate للneonatal still birth يعني او لما بعد ما يولد. ممكن يعمل عندي mental or physical problem اذا كان اذا قدر يعيش وكمل حياته البيبي ما ماتش من هو صغير. الدياجنوسيس هون بدكم تركزوا معي لانه كثير اسئله في الدياجنوسيس. اول شيء مايكروسكوبيك، احنا بنعمل دارك فيلد مايكروسكوبيك او بنعمل فلوريسنت انتي بودي، يعني انتي بودي فلوريسنت، وبمسك فيها وبنشوفها اذا كانت ربط ولا ما ربطش، ما عندنا مشكله هون. كلتشر طبعا ما فيش عندنا كلتشر. اللي بيهمني اليوم اللي هو السيرولوجي. السيرولوجي عندي ثلاثه انتي بوديز، سوري اربعه انتي بوديز بنتعامل معها. عندي الـ VDRL، الـ RBR، وعندي الـ FTA والـ MHA. طبعاً Venereal Disease Research Laboratory اللي هو VDRL والـ Rapid Plasma Region، طبعاً إجمالاً هدول الـ RBR، هدول التنين Non-Tribunimal Test، هدول بشكل عام لكل العيلة، يعني مش هدول مش specific للتريبونيما. التريبونيما عشان تتأكد إنها تريبونيما specific لازم الـ FTA والـ MHA يكونوا specific، اللي هن fluorescent tribunimal antibody absorption أو المايكرو hemagglutinin test for tribunima validum. هدول التنين التانيات specific للتريبونيما validum، التانيات بيكونوش specific للتريبونيما. لاحظوا عشان نتفرج هون كيف الأربع فحوصات. هذا اللي تحت هون اللي هي الستيج، كلينيكال ستيج، تمام؟ البرايمري سكندري ليتنت اند تيرشري. ديروا بالكم مش من الضروري هاي مربوطه مع هاي، يعني هاي بقى انا بطلع هيك، هاي اف نوت تريتد ممكن انا اعالجه هون، تمام؟ او اعالجه هون. لاحظوا هنا الاي جي ام بيطلع عندي تقريبا حوالي الشهرين او شهرين ثلاثه، شهرين بيكون تقريبا شهرين ونص لثلاثة بيكون عندي البيك وبعدين بنزل. ما بدي اطلع على اي جي ام، بيعنينيش كثير. لاحظوا السبيسيفيك تريبونيمال انتي بودي بمجرد الانسان ما انصاب بضلهم لايف لونج، هدول دائما يعني بعد ما ينصاب تعالج او ما تعالج بضلهم موجودات، لانه انا عندي صار عندي يعني انتي بودي موجود. اللي بهمني الفي دي ار ال والار بي ار، هدول اللي هن نون سبيسيفيك. في حاله الان تريتد بضلهم موجودات، في حاله التريتمنت بينزلوا. اجاني شخص هون بهي المرحله، عملت له فحص، عملت له في دي ار ال ار بي ار نيجاتيف، هدول واحد من هدول طلع بوزيتيف، ات مينز انه كان مصاب وتعالج. اذا عملت هدول بوزيتيف وطلعوا هدول بوزيتيف، شو معناته؟ في الليتنسي او خاصه اذا ما كانش عنده سيمبتومز، ما عندوش سيمبتومز، عملنا له هدول طلعوا عندنا، هذا بنسميه سكرينينج. بعمل هذا الفحص، اذا هذا بوزيتيف does not mean هدول بوزيتيف، لانه ممكن يكون عندي هذا بوزيتيف بيكون other spirochetes، يعني بشكل عام other spirochetes. إذا أنا بعمل أول شيء الـ VDR الـ RPR، إذا طلع عندي بوزيتيف بروح للـ FTA والـ MHA، إذا طلع بوزيتيف معناته إذا كان بيكون عندي مصاب حاليا أو عنده المشكلة. إذا الـ VDRL RBR نيجاتيف، حتى لو كان الـ FTA والـ MHA بوزيتيف، ما هو أوريدي كان بالزمانات وتعالج، ما عنديش مشكلة فيه. فعشان هيك كل وحدات الدم، كل وحدات الدم اللي بنعطيها للمرضى بنفحص فيها الـ VDRL اللي هو سكرينينج، عشان اعمل كونفيرميشن بروح للاف تي اي والام اتش اي لينك سبيسيفيك انتي بودز.
البريفنشن طبعا والتريتمنت بنسلين، حكينا البنسلين بيمشي حاله عندي انا، ما فيش عندي مشكله خاصه في الايرلي ستيجز. طبعا بدي كل ما كنت انا في الليت او خارج عن نطاق الايرلي ستيجز بدي فتره اطول من العلاج. طبعا البريفنشن اللي هو اجمالا خاصه يعني اللي هو الكوندومز اللي هو سيف سكس طبعا، واذا كان في ناس معرضين لهذا الحكيم انا بعطيهم بروفلاكتيك تريتمنت عشان ما يصابوش. هذه سنه 2020 جانيوري، هذه نيوروسيفلس بريزنتنج از اكوت اكزيما سورك. هذا اجمالا شخص ما كان اتش اي في وما كان عنده علاج، مش متعالج من التربونيما باليدوم، ظهرت عنده هاي الحاله جست انه فور يور انترست انه نعرف انه لليوم احنا قاعدين بنحكي على حالات من السفلس، لانه في مشكله انه بنصاب بالبرايمري بتصاب بالسكندري وهيلينج بفكر انه هو اوريدي انا شفيت وما عنديش مشاكل، فبصير عندي كونسيكونس للمرض كامل. نيجي لان فينيرال تربونيما ديزيزز، طبعا نحكي على البيجي واليوز والبنتا، طبعا هذول التروبيكال وسب تروبيكال ريجن برايمري في الناس الفقراء. قبل هذا الحكي بدي احكي على التربونيما دينتيكولا، هاي اضافتها جديده لاول سنه بضيفها للطلاب لكم. عندها البروتيولايتيك بكتيريوم عندي طبعا اجمالا في الاطفال من 6 ل 12 سنه والكثير كبار. هذه يعني بتكون مع مجموعة تانية من البكتيريات اللي بعيدهم، حكينا عنهم بفترة سابقة لأن إنيروبيك بكتيريا. إجمالاً كتير علاقة قوية مع البورفير موندس الجينجيفاليس، وإجمالاً بتعيش هاي في السالكاس جينجيفاليس في نورمال هاي في هاي المنطقة في السون، في هاي المنطقة بتكون موجودة. إجمالاً تعمل عندي بيرتونايتس، عندها بروتييزز الموتيليتي كيموتاكسز والأدهيجن والهيمولايسن. طبعاً إجمالاً عندها إميون رياكشن بصير عندي بالمنطقة اللي هي فيها اللي هو بيعمل لي إجمالاً ديستركشن للتشو، ممكن يعمل عندي أنا إجمالاً البيرتونايتس. نيجي للأشياء التانية، التريبونيما باليدوم اللي هي إنديميكم، تعمل عندي البيجل. والبيجل زي ما انتم شايفين هون هذا مش تورم في هذا عندي جرانيولوما في العظم في السكن في البون بتكون عندنا، وهذا خلاص بنت يعني بصير عنده نمو العظم بطريقه مختلفه لما تصيب الصغار. طبعا بتبلش اورال ليجن نون ديسكريبتيف، بتروح لاورال بابيولز ميوكوزال باتشز، بالليت تعمل الجوماز الجرانيولوما سكن والبون نازوفارينكس. بيرسون تو بيرسون هاي بتنتقل خاصة في اللي بتشارك في الأدوات الأكل، تعرفوا هناك بالمناطق الفقيرة بيأكلوا سواء في نفس الأكل. طبعا في التروبيكال والسب تروبيكال هنا بيبر سنة 2019 بنحكي على اليابان، okay. هوموسيكشوالز كان عندهم انتشرت بطريقة أو بأخرى في المنطقة. التريبونيما إجمالا البريتون اللي هي بتعمل عندي اليوز، إجمالا هذه الجرانيولوماتس ديزيز هاد تشبه بصير تشبه زي التواليل اللي هي إجمالا زي البابلوماتس ليجن. شايفين هدول هذا طفل صغير حاملته أمه، هدول كلياتهم عبارة عن الليجنز اللي بصير عندي. طبعا هدول باي تاتش ممكن ينتقلوا، ولاحظوا انه قديش ممكن هدول ينتقلوا بين الاطفال في المناطق اللي هم اجمالا بيكونوا نيكد وبيلعبوا برا وبيطلعوا لبرا. بالنسبة هذا عندنا اليوز ان فيلبين، هذه اجمالا من سنة 1970 لهي بال 2020 بنحكي في الفلبين. طبعا كل زي ما شايفين هون all had secondary use lesions such as moist cauliflower like papillomas اللي هن الدرنات، وهاي اللي بنحكي عليهن لليوز زي ما انت شايفين، هاي من البيبر اللي صدرت حديثا من اليوز في الفلبين.
الكراتوم اللي هي البنتا، بنتا طبعا بيخربشوا فيها في مع الليبروسي في نفس المنطقه، لانه بصير عندك ديكلرايزيشن هايبوبيجمنتيت للسكن ليجن، وفقط هي تاثيرها على هاي المناطق. طبعا بتعمل لي السمول بروتيك بابيولز، بعدين بصير ان لارج بليك طبعا خلال اشهر او سنين. طبعا ديسيمينيشن، بصير عندي هايبوبيجمنتيشن في السكن ليجن، وممكن طبعا يعمل سكارينج ومشاكل كثيره في السكن. طبعا الانتقال من هيومن لهيومن باي تاتش السكن. هيك بننهي للتريبونيما، بنروح للبوريليا. البوريليا أخمل من التريبونيما، وممكن نشوفها تحت الميكروسكوب الجرام ستين. طبعا مايكرو إيرفيليك، وطبعا ديفيكلت للكالتشر، ممكن تنزرع بس ديفيكلت، بس هم تنزرع سيل كالتشر إجمالا. عندنا بوريليا ريكورنتي، بوريليا سبيشيز، بودوفيري إجمالا. هاي بتعمل عندي ريلابسينج فيفر إبيديميك، هاي إنديميك، وهاي لايم ديزيز. لاحظوا إبيديميك كنا لاوس، لأن لاوس تنتقل من الشعر من إنسان لإنسان. إنديميك لما بقول إنديميك لأنه أنا التك القرادي، القرادي بتعيش على الإنسان، القرادي بتعيش برا على التربة، فبتنتقل من بالمنطقة، فإذا في قراد في المنطقة ممكن تنتقل المرض، عشان هيك إنديميك. لأنه نيجي لبوريليا بوردوفيري، ريزيرفوا وايت فوتد مايس والفايت فوت التيل دير، هدول الاثنين الحيوانين اجمالا. واجمالا لما بنيجي بنحكي على من وين بنتكلن هدول، اذا برجع لكم هون لاحظوا انه اللايم ديزيز بيجينا عن طريق الهارد شيلتك، هذا بتجينا على السوفت. فاذا بتجينا من الحيوانات لانه التكس موجوده على الغزلان وموجوده على الفيران. لما بنيجي نحكي عن نيمف، نيمف يعني الحوريه تاعت القرادي، القراد الصغيرة. القراد الصغيرة بتكون كتير شرهة للأكل، عشان تمتص دم كبير أكثر من الأضلط، فبتكون أكثر نقل. طبعا تنتقلنا عن طريق العضة من التكي هذه. جمعنا late spring early summer incidence، وهذا طبيعي جدا لأنه الناس بتطلع تعمل تخييم برا، خاصة لأن هاي بتحكي على أمريكا الشمالية. ومع أنه اليوم عملنا بحث في فلسطين وكان في عنا حالة واحدة في كلب في ويانا، إن شاء الله بتنتشر الفترة الجاي. إجمالها هي بالحيوانات، إذا وانت الناس تطلع تخيم ممكن تتعرض للتكس والأخير، هي فترة التخييم اللي هي فترة الربيع وفترة الصيف. طبعاً تعمل إنفيجن للسكين، بتنشر عن طريق البلود، طبعاً ممكن تروح للهارد جوينت سنترال نيرفس سيستم، تعمل عندي أرثرايتس. لو كل هذا طبعا اجمالا اميون رياكشن، اميون كومبلكس رياكشن، مش هي نفسها اميون كومبلكس رياكشن. الديزيز اجمالا هي بتعمل عندي لونج ديزيز. الاول طبعا 3 ستيجز، اول ستيج اللي هي انيشيال بتعمل عندي الريديما كورينيوم الميجرانس اللي هي الاي سي ام، اللي زي ما انتم شايفينها هاي بنسميها بولز اي راش، دائره كبيره تمام. هاي اجمالا بالاغلب الاحيان بتكون موجوده. بعدين بصير عندنا subsequent stages بتشوفها ب 5 الى 15% من المرضى، اللي هي بصير عندها neurological or cardiac involvement. والثالثه الستيج الثالثه الاخيره طبعا migrating episode non destructive but painful arthritis. اذا احنا ممكن تروح على neurological cardiac وبعدين تروح لأرثرايتس في النهاية، بس مش كل الناس بتصل لهاي المراحل. إجمالاً هادي بيبر كمان سنة 2011 بتورجينا عدة مراحل للإريديما ميجرانس مع الإصابات للبوريليا في السكن في الهيومن بيينج. فمش ضروري تكون زي ما انتم شوفين بالشكل هذا، ممكن هاي في اللحظة في الإير، هنا في النيبلز، عند النيبلز هنا بالصدر فوق الصدر، هذا في الإيدين. وممكن نشوفها بعدة طرق
وحطينا هنا هون عشان نشوف قديش ممكن يعمل. اجمالا الاريديما ميجرانس هاي مش محطوطه في خطا مطبعي فيها اكثر من 5 سنتي دايمتر، يعني مش 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 دويره صغيره، بحكيش على دويره صغيره يعني على الجسم. طبعا ممكن تروح عندي طبعا الماسكوسكيلتال نيرفس سيستم كارديوفاسكولار انفولفمنت، طبعا كونفيرميشن باللاب عن طريق السيرولوجي اجمالا. طبعا الايزوليشن البوريلا بوردر فيري ممكن كلتشر كنا عنه شويه ديفيكلت، او ممكن نروح ندور على اي جي ام اي جي جي انتي بودي. اي جي ام خذوا بعين الاعتبار يعني early infection، والاي جي جي ممكن يكون عندي مناعه سابقه من الانفكشن. طبعا الانكريز في الانتي بودي تايتر، وهنا تذكروا مع بعض انكريز اللي هي كنا فور فولد اذا بتتذكروا، وعشان هيك قلنا دائما بمجرد ما يفوت عند المريض عنده مشكله عنده حراره مش معروف سببها، باخذ عينه وبخليها ستارت بوينت على اساس انه ليتر اون اذا فكرت بالبوريليا انا مثلا او بالبروسيلا او الى اخره، بروح انا اخذ العينه واعملها تيست. اجمالا بالمشكله في السيرولوجيكال للبوريليا مرات كتير بلخبطنا، اليوم صرنا نروح للبي سي ار اكثر الموليكولر ليفل، بس الانتي بودي مرات بعمل عندي كروس رياكشن، يعني ممكن يكون عندي فولس بوزيتيف لانه اجمالا التربونيما باليدي ممكن يعطيني فولس بوزيتيف، الاورال سبايروكيتس ممكن تعمل لي الاذر، عندي جوفينايل روماتويد ارثرايتس بعطيني فولس بوزيتيف، كمان الروماتويد ارثرايتس عند الادلت، سيستميك لوبس اريثروماتوسيس، الانفكشوس مونونيوكليوسيس، والبكتيريا الاندوكارداتيس، هذول ممكن كلياتهم يعملوا لي فولس بوزيتيف في السيرولوجي لإلها. عشان هيك مرات شوي تعقدنا، مع انه اليوم البوريليا صارت كثير تارجت للعالم لانها اكتشفنا انها ممكن تعمل عندنا كثير مشاكل في الحياه. الابديميولوجي اجمالا سنه 1975 اجمالا صار عندنا الاوت بريك في امريكا وكندا عشان يعملوا هذا دايجنوسيس. طبعا انتقالها كنا عن طريق التيك البرادي، وكنا النيمف اللي هي الحوريه تاعت المفصليه هذه بتكون كثير اجريسيف بالاكل، فعشان هيك بتاخذ كميه دم وممكن تنكلي اكثر لها. طبعا اذا بتلاحظوا هاي النمف طلع ما اصغرها، لاحظوا هذا السنتي، هذا من هون لهون سنتي، طلع اذا الادلت هيك فتخيلوا قديش النمف بتكون حجمها. طبعا زي ما حكينا بتجينا من الغزلان تجينا من الفيران، وممكن نشوفها الريكورنتي والهيرمس هدول اجمالا نفس الشيء بيعملوا عن طريق البادي لاوس اجمالا، والسوفت تيك فروم مايس يعني هي هيرمسي، هيرمسي بتجي من التيك، والاجمالا الريكورنتي اجمالا البادي لاوس، فالبادي لاوس بتجينا اذا بتعطيني epidemic والتيك بتعطيني endemic. طبعا عندي antigenic variation هذا اجمالا بضلوا عندي الجسم يعمل مناعة، عشان هيك بصير عندي ال innate immunity بصير يعطيني fever وchill، فبتعطيني relapsing fever. is the diagnosis اني اشوف spirochete في الدار field microscopy. doxycycline ممكن يمشي عندي فما عندناش مشكلة معها. هذا اللي هو الجارش الهيكسمير رياكشن، هذا كمان بوسيبل عندي بعد ما اخلص من العلاج اللي بصير انا عندي رياكشن مع الانتيجين، وهذا بدي وظيفة عليكم تركزوا عليه وتشوفوه منيح. الابديميولوجي للريلابسينج فيفر طبعا بوفيرتي كراودينج، لانه لما نحكي على قمل ينتقل معناته مش بالوضع الطبيعي، ناس فقراء او في فتره حرب، يعني اجمالا في زي ما تذكروا الترانش. الارثروبود فيكتورز كنا لاوس وكنا تيك، اللاوس الابيديميك والتيكس اللي هو الانديميك فيفر لابسينج فيفر، وهذه سبوراديك كيس لانها تكي، هذه ترانسميتد من بيرسون لبيرسون. اجمالا هذه
مهمة. اللاوس اللاوس مش بتحمل من شخص وبتودي ليها لشخص ثاني. أنا مصاب في البوريليا، بمجرد ما ارتفعت حرارتي، ما أنا بنحكي على فيفر، بمجرد ما ارتفعت حرارتي البيض بضل، أما الكمل اللي هو السيبان البيض، الكمل بتركني وبروح، إذا لك ناس تانين بروح لعندهم. إذا بتبلش توكل دم عادي بالرأس، هي ما بتنقل، يعني ما بتنقل عن طريق الصلايبة. بس شو اللي بيصير؟ إنه أنا حكيت رأسي وأنا أحك، شو عملت في اللاوس؟ فرمتها. لما فرمت اللاوس أطلعت السبايروكيت من جويتها وهو اللي انتقل. فإجمالاً عشان هيك الانتقال بعد السكراتشنج، تمام؟ يعني حطمتها، مش هي اللي نقلت لي إياها، مش هي نقلت لي من شخص لشخص، هي راحت لعندي لعند الشخص الثاني حكى وطلعت لعنده. التكبورن، لا التكبورن الانديميك هي بتنتقل من التك نفسها اللي بتنقل لي الحالة المرضية. طبعا الريلابسينج فيفر، طبعا الاكوت انفكشن من يومين ل 14 يوم، الانكيبيشن بيريود، طبعا الكرنت فيبرايل ابيسود، طبعا السبايروكيتيميا اللي دخلت السبايروكيت على الدم، طبعا بتعقد لي الفيبرايل ستيجز وممكن تعمل لي مشاكل كثيره حتى كنا ممكن تودي للوفاه. قلنا الابيديميك والانديميك، البوريليا ريكرنتي او بوريليا سبيشيز اللي هن بيعملوا لي المشكله. هذه بال 2018 المانجمنت للنون جاستريك مالت لمفوما، هذا بنحكي على مالت لمفوما اجمالا اللي هي ميوكوزا اسوشيتد لمفويد تيشو لمفوما. لاحظوا انه البوريليا بوردرفيري كانت اسوشيتد مع هذا المرض، واليوم البوريليا كتير كوريليتد مع كتير من الكانسرز اللي صرنا نقول إذا عالجنا البوريليا إحنا بنعالج الكانسر. هيك بنكون أنهينا التشابتر، وبتأمل إنه تركزوا لي على اللي طلبت منكم لأنه ممكن يجيكم كتير أسئلة في الامتحانات.